نشرة إخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. المواطنون في تعز يشكون من عودة الانفلات الأمني ويطالبون بتغيير قيادات عسكرية. وبعد زيادة أسعار الديزل وقفة احتجاجية لسائقي باصات الأجرة في المكلا. وثائق مسربة عن شركة تال يمن تثبت تورط ميليشيات الحوثي في تهريب المكالمات الدولية. شهدت مدينة تعز اشتباكات مسلحة وتبادلا لإطلاق النار بين مجاميع مسلحة تابعة لمحور تعز العسكري. وبحسب مصادر محلية فإن الاشتباكات المسلحة التي اندلعت أمام بوابة المجمع القضائي وسط مدينة تعز خلفت قتيلا من المدنيين فضلا عن إصابة ثلاثة آخرين. وشهدت مدينة تعز انفلاتا أمنيا غير مسبوق خلال الأيام الماضية، وذلك عقب اقتحام عصابات مسلحة مستشفى الرياض ومستشفى الثورة العام بما فيها قسم شرطة الجديري. هذا وشك عدد من المواطنين بمدينة تعز من الانفلات الأمني الحاصل الذي عاد إلى الواجهة مجددا، لا سيما في ظل ما شهدته الأيام الماضية من اعتداءات مسلحة، مشددين على ضرورة تغيير القيادات العسكرية الراعية للعصابة المسلحة. خلال أسبوع واحد حدثت العديد من المشاكل الأمنية في داخل محافظة تعز بسبب بعض الانفلات الأمني أو بسبب الانفلات الأمني المتواجد داخل المدينة. تعز بحاجة إلى تغيير جذري في القيادات العسكرية والأمنية نظرا للانفلات الأمني الحاصل داخل مدينة تعز. أصبح عناصر الجيش هم من يقومون بأعمال البلطجة ومن يقومون بأعمال الملشنة. إذا ما تحدثنا عن عملية اقتحام المستشفيات، هذه جريمة كبيرة وجريمة مدانة بكل السبل والمعايير. طبعا هناك طواقم طبية تعرضت لإرهاب وتعرضت لاعتداءات، وهذه من أكبر الجرائم. الطواقم الطبية في محافظة تعز تقوم بعملها على أكمل وجه. ما زال الكادر الفني والطبي في هيئة مستشفى الثورة يتعرض للاعتداءات المستمرة من قبل مجاميع مسلحة. الجميع متضرر هنا ومستاء من الوضع الحاصل في تعز بسبب هذا الانفلات الأمني. بطبيعة الحال المؤسستين الأمنية والعسكرية داخل مدينة تعز تتحمل كامل المسؤولية عن جرائم القتل خارج إطار القانون والمنتشرة داخل المدينة في الآونة الأخيرة، بسبب أن كثير من المفلتين أمنيا داخل هذه المدينة ينتمون لهاتين المؤسستين. كشفت زيارة نفذتها قيادات أمنية ومحلية في مديرية حيس زيف حملة مغرضة تداولتها وسائل أعلام ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقفت الزيارة الأمنية والمحلية على حيثيات ما روجت له وسائل أعلام الميليشيات زورا وبهتانا عن قيام أفراد ينتمون للقوات المشتركة باغتصاب شابات في قرى تابعة لمديرية مقبنة. واستهجن المشايخ والوجهاء والأعيان كلما روجت له الميليشيات الحوثية من إشاعات كاذبة بثتها قنواتها ومواقعها، مؤكدين أن كل ما تم تداوله عار عن الصحة. أكد تقارير محلية مقتل قيادي بارز في صفوف ميليشيا الحوثي بصنعاء مع اثنين من مرافقيه. ونقلت وسائل إعلام محلية أن القيادي المدعو أبو فضل يحيى منير الحنمي لقي مصرعه بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين على طريق مطار صنعاء الدولي، ولذا المسلحون بالفرار بعد تنفيذ العملية التي تأتي في إطار حرب الأجنحة بين قيادات الميليشيات. نفذ سائق باصات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدينة المكلا وقفة احتجاجية في شوارع المدينة، وذلك احتجاجا على الزيادة الجديدة على مادة الديزل. أوقفوا مركباتهم وتجمعوا في هذا الشارع. إنها طريقة جديدة من طرق الاحتجاج السلمي انتهجتها نقابة الباصات في المكلا. احتجاجهم اليوم هو بسبب ارتفاع مادة الديزل. مجتمعين عشان زيارة المحروقات ديزل،
وكل شيء قطع غياره من وإلى، يعني أرخص كفر في الصين التعبان 108 ريال سعودي، والديزل 25 و200، يعني أصحاب الباصات خسرانين 100%، ولا يبغون يزيدون يضروا المواطن، لأن المواطن أصلا تعبان. نحن نتمنى أنه يرجع لنا المدعوم كما أول، أن الشعب خلاص يكفيه من كثر الأزمات اللي فيه. نحن نتمنى منهم يحسون بالشعب، ان الموصلات دي للشعب ما هو لحد خير اجره، معناته اجره للشعب. نحن نريد ننزل الديزل على ما كان المدعوم. الان الديزل صار ب 25,000 دبه واحده، تشتغل في اليوم كامل ما تجيب قيمه الدبه هذه، عرفت ولا لا؟ دبه الديزل ما تقدر تجيبها. بالإضافة إلى الجرعة الجديدة في مادة الديزل والتي ستنعكس سلبا على كل شيء، يشكو سائقو الباصات أيضا من الغلاء الفاحش في جميع مستلزمات الحياة الضرورية وانهيار العملة المحلية وتردي الخدمات. نحن بغينا كلام فاضي، بغينا شيء على الواقع، بغينا عملة تحسن، بغينا أسعار، بغينا مواصلات تنزل، ما بغينا كلمان ووعود فاضية على الكذب. الحوثي مستفيد من الأزمة كلها ده، والشعب الحضرمي ماشي مستفيد، مغلوب على أمره. مطالبين الزيادة، عم عمل الراكب 300، بعضهم يعطيك 200، بعضهم 100، كيف بتقول له؟ بتهادي التياب الضارب، ناس ضباع يقول لك ما معشي، معي قضبة زقارين، كيف بشلهم في السيارة واحدة؟ احنا طالبين بالمدعوم عشان نساعد الناس. ساعتين نحن واقفين والباصات ماشي، والشمس حرارة الشمس، وإيش كما الدوخة فينا وضغط وكله، وماشي شي باصات، بغينا الباصات تجي ونحن رايحين المستشفى. هذه الوقفة جاءت بدعوة من الهيئة الإدارية للنقابة الفرعية للنقل والمواصلات بحضرموت. هؤلاء يطالبون بعودة الديزل المدعوم من بترو مسيلة إلى السوق المحلي أسوة بمديريات الوادي. قالوا إن التصعيد سيستمر إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم. محسن بالبحيث، قناة الغد المشرق، المكلا. ناقش وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس مع وزير النفط والمعادن تعزيز آليات التعاون والتنسيق والعمل المشترك ومضاعفة الجهود لتوفير المشتقات النفطية. وجاء ذلك في لقاء نوقشت فيه مختلف الأوضاع والمستجدات والتحديات التي تواجه النفط، وتم التأكيد على أن المشتقات النفطية متوفرة وأن مكاتب وفروع النفط تعمل باستمرار على تقديم خدماتها رغم الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد، ونتيجة لزيادة سعر الدولار مقابل الريال وارتفاع أسعار النفط عالميا. أفادت وثيقة مسربة صادرة عن شركة الاتصالات اليابانية تل يمن الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء بأن توصلت بعد التحري إلى نتائج صادمة بشأن تهريب المكالمات الدولية عبر منظومة جهازي الأمن والمخابرات الخاصين بسلطة الانقلاب. كشفت وثائق رسمية مسربة عن شركة الاتصالات اليمن الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء تورط قيادات في جهاز الأمن والمخابرات الخاص بالانقلاب في تهريب آلاف المكالمات الدولية عبر عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت. الوثيقة أكدت أن جهاز الأمن والمخابرات يقوم بتهريب ممنهج للمكالمات الدولية باستخدام عدد كبير من قنوات الهاتف الثابت والتي تصل إلى 630 قناة، مشيرة إلى أن الجهازين كانا مكلفين من قبل اللجنة التنسيقية العليا التابعة للإنقلابيين للقيام بمهام مكافحة تهريب المكالمات الدولية، معتبرة أن تورطها في مهام التهريب سابقة خطيرة ويترتب عليها مخاطر وخسائر بملايين الدولارات سنوياً. وأقرت تل اليمن بأن تهريب المكالمات الدولية يعرضها للمخاطر ويشكك في نزاهتها بما يؤثر على علاقتها بشركاء العمل الدوليين، والذي قد يترتب عليه تجميد سداد المبالغ المستحقة للشركة والبالغة 180 مليون دولار سنويا. وذكرت تل اليمن أن مخابرات الميليشيات بدأت بتهريب المكالمات منذ منتصف 2016 واشتدت وتيرتها مطلع العام 2021 مع تسجيل انخفاض حاد في المكالمات الدولية الواردة إلى اليمن عبر الشركة بمعدل 8 ملايين دقيقة يوميا. كذلك أضافت الوثيقة أن النافذين في الأمن القومي يستغلون الربط البيني بين جهاز الأمن القومي وشركات الاتصالات لأجل التنصت، ويمررون عبر ذلك الربط مكالمات دولية مهربة.
بعيدا عن تليمن، ويتقاسم النافذون تلك الأموال فيما بينهم مع المتواطئين معهم في الشركة. هذا وكشفت الوثائق أن الشركة عملت على حظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنشأت برامج حماية لمكافحة التهريب، لكنها وجدت أن جهاز المخابرات التابع للإنقلابيين المكلف بمنع التهريب أنشأ منظومة تهريب خاصة به وصلت إلى 500,000 دقيقة يوميا. عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية اجتماعها الدوري برئاسة اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك لمناقشة التحضيرات للدورة الخامسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي. وأكد بن بريك أن الدورة الخامسة تأتي بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة، منها إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي ووضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية للوصول إلى تحقيق استراتيجية المجلس لتحقيق تطلعات شعب الجنوب، مؤكدا على ضرورة الوقوف أمام مشاكل المواطنين وهمومهم خصوصا الأوضاع المعيشية والخدمية. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حملة توعوية في عدن. بكم من جديد. أطلقت إدارة الأمن بالعاصمة عدن حملة توعوية ضد تعاطي المخدرات تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف توعية المجتمع بأخطارها على الصحة والسلم الاجتماعي. بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نظمت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مركز عدن للتوعية ضد خطر المخدرات حملة توعوية للتحذير من مخاطر المخدرات على المجتمع. المرحلة الثانية ندشن لليوم العالمي لمكافحة المخدرات، حيث أننا دشنا المرحلة الأولى في حراسة المنشآت، واليوم سوف نعمل على إذاعة متنقلة كما تشاهدون لليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ونعمل المرحلة الثالثة اللي هي مسابقة سباعية سوف تقام في ملعب شمسان، واليوم الرابع بتكون حفل ختامي، واليوم الخامس بتكون إتلاف لمواد المخدرة. هذه واحدة من الرسائل أو الأشكال لتوصيل الرسالة التوعوية لكافة المواطنين يعني بكل مكان. أحياناً نحن نضطر للمحاضرة، نعمل مثلاً عروض فيديوهات في الساحات، وكمان توزيع الملصقات، هذه برضو تكون رسالة واحدة من الرسائل اللي نحن نقوم بها وإن شاء الله تنجح. الحملة تأتي ضمن سلسلة برامج وأنشطة على مدى أكثر من أسبوعين للتوعية ضد مخاطر المخدرات وانتشار أنواع جديدة كمادة الشبو المخدر وغيرها من الأصناف التي يجرم القانون تعاطيها وتتسبب بانتشار الجرائم الجسيمة لمتعاطيها الذين باتوا يشكلون خطرا كبيرا على المجتمع وعلى أنفسهم. نأمل من كل المواطنين والجهات الرسمية والداعمة أن تدعم هذا اليوم، نقوم بعملية انتهاء في محافظة عدن من هذه الآفة الخبيثة، لأنه الآن ظهرت بدأت الحشيش ومادة الشبو الخطيرة التي هي سبب رئيسي في ازدياد الجرائم. فأتمنى من الجميع أن يوقفوا معنا بصف واحد لنزع هذه الآفة الخطيرة. تقوم هذه الحملة الآن توعوية مخاطر هذه الآفة المخدرات التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ننصح الأهالي والمواطنين الحرص والانتباه أكثر لأبنائهم يعني ومتابعتهم، لأنه المتعاطي المخدرات عليه علامات تظهر، وأعتقد أنه من خلال التوعية الشباب يعني أو الأسر كثير بيفهموا إيش الأعراض اللي تنتاب المتعاطي. الحملة في بدايتها استهدفت مديريات المعلى والتواهي، وستنطلق بباقي المديريات، وسيعقبها سلسلة أنشطة رياضية وثقافية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات ومحاربتها. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق، عدن.
شهدت المعاهد الفنية والتدريب المهني بمحافظة أبيان إقبالا كبيرا للطلاب والطالبات لإجراء الاختبارات النهائية في كافة الأقسام، وذلك ضمن البرنامج التعليمي في توفير فرص للعمل وتطوير مهارات الشباب العلمية الحديثة. بنسبة مرتفعة للطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات هذا العام مقارنة مع العام الماضي، دشنت إدارة مكتب التعليم الفني والتدريب المهني وقيادة السلطة المحلية بمحافظة أبين الامتحانات العملية والنظرية للعام الدراسي 2021-2022. ندشن اليوم الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021-2022 في عدة تخصصات اللي هي المهنية والتقنية. عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 190 طالب وطالبة، وندعو ولي الأمور إلى حث أبنائهم للالتحاق بالمعاهد المهنية والتقنية، لأن أصبحت الحاجة الماسة لسوق العمل ونتيجة للظروف اللي تعيشها البلد. الامتحانات العملية والنظرية شملت قسم التبريد والتكييف والحاسوب في معهد الكود المهني، وقسم التمديدات الكهربائية في معهد الأوراس بزنجبار، وقسم البسنة بالمعهد التقني بمدينة قعار. ندشن اليوم امتحانات النقل وامتحانات النهائية لسنة أولى وسنة ثانية وسنة ثالثة. معنا في قسم التبريد شعبة أولى سنة ثانية، شعبة أولى 31 طالب، عدد الإقبال كان كبير بالنسبة للتبريد. أيضا سنة أولى حاسوب عدد المتدربين الموجودين 32 طالب من أصل 35، العدد الإجمالي لعدد الطلاب اللي تقدموا هذا العام 123 طالب. كان عملية الإقبال عملية كبيرة ومزدحمة نظرا لاحتياج الطلاب لهذه المهن للاستفادة منها في سوق العمل، لإعانة أنفسهم وإعانة أسرهم على توفير لهم مبالغ تساعدهم على العيش في ظل الظروف هذه الظروف الصعبة. وبشكل ملحوظ ارتفعت نسبة الشباب من كلا الجنسين الملتحقين بالمعاهد الفنية والتدريبية هذا العام، والذي يعد العام الرابع منذ إعادة افتتاح المعاهد الفنية والمهنية بأبين، والتي توقفت بسبب أضرار الحروب التي تعرضت لها أبين قبل سنوات. لقناة الغد المشرق عثمان عامر، أبين. وإليكم التذكير بأبرز العناوين. المواطنون في تعز يشكون من عودة الأنفلة الأمنية ويطالبون بتغيير قيادة عسكرية. بعد زيادة أسعار الديزل وقفة احتجاجية لسائقي باصات الأجرة في المكلا. وثائق مسربة عن شركة اليمن تثبت تورط ميليشيات الحوثي في تهريب المكالمات الدولية. نلقاكم مجددا على خير، إلى اللقاء.